جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بعض الناس تهاون بهذا الأمر كثيرا حتى أصبح لديهم كالعادة المتبعة في كل مناسبة. هل من كلمة يحفظكم الله؟ يعني زيارة القبور زيارة القبور والنذور والبكاء والعويل عندها. هذا من مظاهر الشرك، من مظاهر الجاهلية والعياذ بالله. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الزيارة، وغلظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. شرع زيارة القبور لما ذكرنا من أجل الاعتبار والاتعاظ بالأحوال بأحوال الموتى، ومن أجل الدعاء لهم والاستغفار لهم إذا كانوا مسلمين. أما زيارتها من أجل الاستغاثة بأصحابها والاستنجاد بالموتى فهذا شرك أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور، بمعنى أن ترفع أكثر من ما تحتاج إليه من دفنها وتعليمها حتى لا توطى، فرفعها وسيلة إلى الشرك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بتسوية القبور المرتفعة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، لأن هذا يسبب الشرك بالله عز وجل. فإذا بني عليها، ظن العوام أنه ما بني عليها إلا لأن أهلها لهم أسرار، وأنهم ينفعون ويضرون ويقضون الحوائج، فالبناء على القبور هذا من وسائل الشرك، وهو من الإشراف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأمر بتسويته. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، ونهى عن تجصيصها وزخرفتها، ونهى عن إسراجها وإضاءة المقبرة بالأنوار، لأن كل هذه الأمور وسيلة إلى الشرك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإذا كان يدعوها ويستنجد بها فهذا هو الشرك بعينه. نعم.